إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا أبميا كتاب العربية بين يديك جزء اللباد حاشد اللباد بقولي كوبية سديتا استعاب وفهم لفهمه معنه مشكلات الشباب وهيد يعني أخرس ينس أنقصه الشيكيني. تدريب واحد، ضع علامة الصواب علامة الصح وحد اكتار أمام العبارة المناسبة هذا الكوها بون هرتي صدق مركب حوي سدي لحدا رأي هلك أكو قرن أما لحدا جملة هلك أكو قرن يلا بذا كوه رأي أي وحي إسلام لسكو علامة دينية وصائل الإعلام بهلك أكو قرن وأذيج يعني ورباهنته الغزو الثقافي لك سوكو قرية هاي ووارك حق أقوانتا أدوية سوكو قادسو هذا هل كان أريادا كو قرن مدولي بك وكوها بوين هاي أصحبو كلية واحد انتشار الجريمة بالك قرن فيديتانك يفافك الدنبيدو أي كوبتان دلالك محا مركا الله صحيا وصائل الإعلام وحا انت بدن كينا محوها وحالا إلى هذا أذيق ورباهنتا وحا لبا تفيدو تقليد الثقافات إلا الدبقلو أقومها هي من هاتشية الددكك لأيليهين تانا وحكا هنا يدنا الغزو الثقافي ويرك حق أقونت لسكو قادو ثلاثة قرض فرض ثقافات أجنبية إن لغو خصبو لغو نسن دوليو أقون دد شاشيية أيليهين ددكك لأي لغو خصبو تانا وحكا هنا الغزو الفكري الغزو الثقافي تاساد ويرك حق أقونتا يا صحيح. أربعة، انتشار المخدرات أما مخدرات وها فدا أما فا في تانك أي فدان من دوري ياشو تانا وها صحيح وسائل الإعلام كا أي أي كأي تان اللي يردو تبعنا يسكت يا رهال كاسي كبر تان ووسائل الإعلام صحيح. خمسة، الدعوة إلى ترك اللغة العربية باق لغو باق إن لقطة قول إسكندر ده لغة عربية اللهجات هي اللهجات محلية لغاتو تانا وها صحيح. الغزو الثقافي ايا كينا ورك حق اقونتا لسو سو قادو. ستة، التاثير كاد انو كريبو وحنا كبدلو في بعض الشباب للي يريد قاركين تانا وحا سببا وصائل الاعلام وحن ميديها لا الهدو امارتي ورباهنتا ايا للي يريد انبضن فكر كودا خلخل قليس او قلدة هل كان تاسال الله صحيا يعني هو لح اري صدحنا وحا سببا وصائل الاعلام صدحنا وحا سببا الغزو الثقافي تبعنا أكره قيبي وصدق هذا مثلا وصوا وسائل الإعلام كحوي انتشار الجريمة باكمدة وعكم انتشار المخدرات باكمدة وعكم التأثير في بعض الشباب صدق هذا كنا وحاله يدنا مارته الغزو الثقافي. تدريب تاني لا يلزك اللباد ضع علامة صواب علامة صواب حدقتا بجانب الفكرة الرئيسة فكرة هي ثلاثة أقو وين أقو علوس في كل فكرة تدعو كستا أو كمدة تدعي لأنه خصوصا مرة من مشكلات الشباب مد والبطة أقوه مهم سان أقوه الرئيسي هو قامل يسا فكرة دا شيك أما تلالا أما أرقتدا وألف مشكلة استعمال اللهجات واحد تلالا الفكرة الرئيسة في الفكرة الأولى هذا واحد تلالا فكرة دا أما أرنت أقوه مهم سان إيه كترتا فكرة دا كواد وحوي ألف مشكلات استعمال اللهجات مشكلة استعمال اللهجات دباتا كتما ان لا ادغسد لهجات كلا دوون مثلا لغتها دلالك عربيه ان ادغسان لغته لهجاده او غوبل او غوبليس او غوبل اون لاغو يقانو تاسي كهليسي فقره اما تدعى كوباد با مشكله الغزو الثقافي ما وهي كهليسي تدعى كوباد دباتا او كينو ويرر حق اقونتا اي منهج سيلبس كلا برنايو او لا ويررو اي كهليسي وا لبا جي مشكلة فرض اللغات وعكالة سدبتها إن لو خصبت دلالك قاركود
luqada ama afafta shay leeyihiin ay leeyihiin waxa markaan calaamad inay ugu muhiimsan ay ka hadlaysay baad oo ahayd mushkilatu alghazwi athqafi dibta ay leedahay weerarka ee lagu qaado dadka iyo dawladaha ee xagga aqoonta lagala dagaalamo ee dabadeedna lagu khasbo aqoon aanay isri iyo abu lahayn oo maartay aanay toodi ahayn oo caqiidadoodii ku saleysan iyo diintoodii midna اثنين الفكرة الرئيسة فكرة وين أما أقوها الرئيسة ما دحضة في الفكرة الثانية تتحدث تدعى اللبات تتحدث وحكا الشيكينيسة عن محي ألف تأثير وسائل الإعلام في الشباب رادك وكل ريبو يوح بدلك وكبدلو ميديها يوح الله يلاهضو ورباهنتو دلن يرده ودلن يرده خد دقمان ووحكا صباحي ميديها ويرهما يستان دلنو كوكال دبان تاسوك هاللي baa wuxuu ka hadlay intishaar mukhadaraat bay ka hadlaysaa faqradaasi maanduriyaasha oo ku baahay dalalka qaarkeed jiim intishaar jirima fal dambiyadeeda iyo burcadnimada oo ku baahday bay ka waramaysay teebaynu qaadanayna waxaanu qaadanayna taasir wasaal ilaam fi shabaab raadka uu ku reebo miidiyaha iyo warbaahintu dhalinyarada oo kuwan damar ay ka mid yihiin oo ka dhashaan الفكرة ثلاثة الفكرة الرئيسة في الفكرة الثالثة فكرة أما ثلاثة أقوم مهم سنة كتير تدعى صدحات هي واحدة هاي ألف الزواج جورك يكلف وحكو قصبا قفك كثيرا أو كوك عيا كثيرا من البال حرف ربضا أو هدو قف بوسيس هذا خلاص بضم بوبا هذا ب فرض التعليم عفوا فرص التعليم قليلة كان السيادة وحبر شيء اللي هلا ويريهن كاسوك هاللي ستدعى أيك هذا تدعى لبا صدحات جي موحو كالي يشكو الشباب من المجتمع يدو اي كعبان ايان للي يردو برسدو دا وإليهين برسدو دا حلس كمال كاية سارتو ورباتوين بارن هايستا حدايت هاي حاجة تعلين تا او إن لهلا اتشام عاديها ادكت هاي حدايت هاي محوة ها مركة لغا صوبحو تعلين تا يتشام عادها او ارد يقو إلو شقه هلا ادكاتو يا حدايت هاي قوركي او قارئة او وحيابها ارد يقو هريا amma qofka hor yaala markuu yaryahay waxbarasho ugu horeysa markuu soo baxana waxa ku xiga shaqo marka soo baxdana inuu guursado intii dhibaato ay ka sheegteen marka taa saddexaad baynu saxayna oo ahayd yashku ashabaab min almujtama waxay ka cabanayaan dhalinyaradu dadkooday ka cabanayaan oo leeyihiin wayna dayacayaan taasaynu saxayna mufradaat tan waa erayo tadriib waahid waxa weyn leeliska koobaad oo eray ku saabsan ma macna alibaraati taaliya maxay yihiin hadaladan soo socda waa maxay بلاد أوفر سمع أنه دواء محي استعين بمعجم العربي واحد كاشتا قاموس عربيد واحد كهذا شاب المعنى دواء محي التعليم العالي وحبر شد السرع أيلا لهذا أو أقونت سرع أيلا هذا التعليم العالي اثنين واحد كم إذا الغزو الثقافي وار الحق أقونت وانت الدولة هو وين كو قادان دولة هي ريال أي من هتكون كنا دعيان ولا هذا كان ديك تواصل مكان نجاي ستا وهذه شهر مثل أي نو قريان هو هذا قال ينسكي وحلم يتكلم نو قريان من هتكلم oo kulba ay wax ka bedelayaan oo sii doonayaan oo dhigayaan oo luqada carabta ay ka fogeynayaan oo diiniga ay yareynayaan oo ay soo fidinayaan afkaartoodi wax ayagu doonayaan dadana mana jacarta loo dhigayay mid inagu aanu ku raalinahay ama ku saleysan diinteena ama dhaqankeena wanaagsan midnaba maaha waa mid cid kale wadato kharashkeena iyagu ay bixinayaan dadana dhibaato badan baa lagala kulmaa oo maartay tajiil naas in aqoontiiba laga xayiro oo ay soo baxaan dad wax dhigtay oo waxna garanayn waa loogu talagalaa qorshaha marka waa weerarada ugu adag ee dadka lagu jibiyo waxa alaalo wax ay ku soo toobaray macallinkeena waa saasoo kala noqonaya hadhow ku soo baxay ardayga saasoo noqonaya aqoon adag malaha aqoontiisuba wax weyn maaha waxa loo toobaraya inuu noqdo midalan karaani looma toobar inuu hoggaamiye noqdo wax soo saara oo mufakir inuu noqdo loo toobari maayo aqoontiisa kartideedna la siin maayo dabadeedna saa daraadeed dad aan sidayn baa soo baxay talaata aluqatu alajnabiya luqada shisheeye waa maxay macnaheedu waxa weeye luqada aan dalkaaga dadkan u dhalanin ayaa la luqad ajnabiya arbaa lahja almahalliya waa maxay lahjad iyo luqad maxalli ah oo gobol lagaga hadlo weeyaan oo midalan gobol gaar ah uu leeyahay ayaa la lahja maxalliya khamsa turaathul umma waa taariikhda ummada weeye ee ay leedahay ummadi ay ku abtirsato ee ummadeedi hore iyo isirkeedi hore ka soo jeeday turaath ay ka dhaxleen awoyadood iyo isirkoodii ayaa la leedahay turaas sita marxalatul muraahaqa heerka muraahaqadu waxa weeye marka qofku kulayga noqdo inaan ka yari ama inantuba ay noqoto inaan yar
oo ila 16 jir ila maarshan 18 jir muraahaq balay hada waqtigaana kuwana macnahoodu waa sida tadrib taari walaal iska labaad isticmaal adeegso kalimaati taaliya erayada soo socda fi jumal in jumlooyin ku dar min in shaayka adu aad curiso waxaanu yashku min wuxuu ka cabanaya yataafar bi wuxuu raad waxa uu ku reebay yataxarij wuxuu fi wuxuu ka qalin jabiye yashcuru bi wuxuu dareemaya yunaadi bi wuxuu ku dawaaqaya yu'athiru fi wuxuu raad ku yu'athir yataafar yu'athir maxaa kala duwan yihiin yataafar waxa weeye ka raadku ku dhacay yu'athirna waa ka raadka sameeya midna maxalada wasaal ulaam kuwa mu'assir balawnaa raad buu ku reebay dhalinyarada dhalinyarada maxalada mu'assir balawnaa waa ka raadki ku dhacay ee isbeddel lagu sameeyay mu'assir balawnaa marka ka mulaahadatu nahwiyatu wa jaleeco ama dib u eegid yar oo xagga naxwaha ah in iyo anna baan ka hadlayna labada eray oo laba xaraf ah oo xuruufta camal fasha ah in wa anna labadaasi xarf tawkiid mid waliba waa xaraf horta macnaha xoojiya oo jumladay galaan macnahoodu way quweeyaan sa dhaarto kale mid kale hadalkii adkeeyaan yadkhulu cala jumlatu jumlada ayuu galaa alismiyati ismiga ah fayasibu wuxuu kor dhaba almubtada mubtadihi buu kor dhaba ويسمى وحلا أمك على مبتديه مركا اسمها اسم يجو إليهين ويرفعوا الخبر خبر كي مبتدهن ويجدان ويسمى خبرها خبر كذا لهم أمك عابا أدرس براء والله حضو في رسو ومحايا مركا واحد إن الله غفور رحيم إلهي وغن حريستا دم بقول رافا وغن حريستا إن الله الله هو اسمك غفور وخبر كي أشهد وحن مركات فريا أن محمد النبي محمد رسول الله الرسول كي إلهي هي wa anna aya labada tan dambe gashatay horna waa inna muhammad waa ismigiina rasuulna waa khabarkii inna inna diina inda allahil islam diintu ilahay agtiisa waa islaamun diin kale xaq ilahay ka jirtaa ma jirto diin kale ilahay adoonka mad ka aqbalaya ma jirto inna adiina waa ismigeedi al islaamun waa khabarkeedi hada dalil kaas uu xadeynaya ala annahu rasuul inuu isagu rasuul yahay annahu u fiirsa annadaasi ismigeedu waa damiirka رسولنا وخبر كيسي خمسة إنهم شعوب مختلفة وأمدك لدوان إن هم توا اسمي جيدي شعوبنا وخبر كيو جدن ستة إن الوضوء النظافة المستمرة ويسدوا نظافة شوكتاء وقفك مر والبا يعني آن لقوائين إن وإن الوضوء واسمي جيدي نظافة وخبر كيو جدن ستة لأنها دول غنية ودولة مواعيهاي مال قبينة أو حق دقالها كوم هرمري لأنها أنوية هذا هو اسم جديد دولنا وخبر كيد ثمانية أحبهم وان شعرها أنا يعني ضدك هو وان شعرها محايا لأن قلوبهم نظيفة قلوب توضع نظيفة وضد عن قلبك وحمانك هين لأن وأن ذي قلوبنا وخبر كيد نظيفة قلوبه واسم جديد نظيفة وخبر كيد تدريب لايلس اضبط وحدكو كوبتا وأدكو سمدا ما تحته خط وحا حريق كوس قرية هاي بالشكل حركة صار مع ذكر سبب هذا هو الشيء سببت حركة كنتي كما في المثال ستصالها الأمثلة تصالها شيء كذا السبب سببت وحيتها أن فوائد الحاسوب كمبيوترك فإذا كيسو أكثر ويبديهن مركا أكثر محيسو قري اسم أن منصوب تو على مديوه محيوه فوائد واسمه أن وانا لكربي وأنا كربيسا اتنين أعتقد وحن آمسان هاي أنك أدوك طالبة إن أرتيت طيبان آمسان هاي جديدة عصب إما كان محو هوسك يخدك طالبة وهذا نسا خبره أن مرفوع بذلك وريسا إذا سا حقنك قريسا ثلاثة يرى وحو أركا أن العمل شقاد إليه تهي حق حق أي ليه تهي للمرأة قبره إن شقيسين حق ليه تهي هل كويبك على مدي العمل أبو على مدي وهذا نسا اسم أن منصوب إذا حقا كالك قريسا ثلاثة أربعة يطلب الطالب وحدوري يا أرضيه الشهادة إنه شهادة دي وحبرسين سقاطه لأنها يد وشهادة دي وصيلة ووضد الله مره إلى العمل الشقدة وقف كذي في كذي بلق الدنيا مركها وصيلة بقري وهذا نسا وصيلة خبر أن مرفوع خمسة لا تنسى هاي اللومين أن ابنك إن كاغو أتم وحر ما يستري السادسة عشرة سنة كل حية طبنات هلكو على مدي ابن أبو على مدي ابن هنسا هو اسم أن منصوب ستة أصبح وحو نقضي يشعر من دريمي إنكو بأنه رجل إنه نية يحب دريمي إمك هو وين هذا رجل بو على مدي وحضر نسا مركا رجل وخبر أن مرفوع سبعة لأن الإسلام إسلامه يحث وحو كل إيرهي قليه المسلم وقفه مسلم على النظافة إنه نظافة إلاليه
ومد واجب مد صنع أنت بو تلمامي يعني حق نظافة الإسلام بركة الإسلام أيومك على مدي وهذا اسمه أن منصوب الحق في قريسة ثمانية إنهم أغنياء وضدنا القبائل في هذه الدول ودولتهم كل أحجرة مركة على مدي ساعة وفي على مدي أغنياء مركة أغنياء وحوي وخبر كي محي وخبر كي أن وهذا مركة مرفوع وخبر كي أنه ومرفوع بعد قريسة مركة إن سعيدا سعيد إنك الله يهدا فقير وان فقيرة يلبس وحدا ثيابا قديمة درجبوبي أو بريهرة يعني ما أمان له دوق أو هن أبو استعماله فقير وحدا نسوا خبره أن مرفوع بعضك أو نسا إن العولمة عالميين تؤدي إلى سفرة ستؤدي وحي كنيسة إلى هيمنة الدول الغنية إن قبصان وإلقان دولتها مالقبان كي دولتها كله أو كحوق لي أيها وحق بصنية إن العولمة العولمة على مدي واسم إنه ومصوبة درس مركة 11 لأن الدول الغنية ستفرض لأن الدول الدولة الغنية مع القبائن ستفرض وحي كواتبيان لغتها أفكود كواتبيان وثقافتها يا قنتو دبا على الجميع ومضاها كرور بكواتبيان هذه عولمة ماضو الدول على مدي واسم أن منصوبة درس مركة 12 يشكو الشباب وحي كعبر ان يردوا من ان المجتمع ان بلشد اي مجتمع بلشد اي كدشين لا يهتم ان كدالين وان دنينين به اسغا وكما والشباب خير الدنين دن يرد ان مراد كرهين المجتمع ابو علامدي واسم ان منصوب بركونيسا 13 يقول وحو ليهي ان فرص التعليم جالس الله له وخبرشد العالي سري مركي تعليمته يعني جامعاتها لا غلو قليلة ويرتهي مركا مفعو على مدي قليلة وهذا نسوا خبر إن بعض النساء مرفوع 14 يرى وحوارك أن الزواج إن قوركو مكلف خرش بدن أولي وخرش قفك مكلفه مكلف على مدي الزواج واسم أن منصوم تعبير موجه وتعبير إيها الأبور موجه تعبيرك وها الأبور وإن شاء أكله يعني قفك عبره أما أو يعني وحشيغو عديو او كجهيسان معنى غاره يا معنى غونيا تدريب واحد حول واحد وريجتا الحوار ودا شيكايسغا كو يالا في صفحه 269 حاشد 296 او سؤال يجواب اها الى نص هذا او بدل سردي قوبنا او تخانا او قف وري كشيكينيو او ان سؤال يجواب لهين مبتدئا اديغو كبلاب بما يلي وحن سو سوده كبلو اصبح والد عمر وحن نقضي عمر ابيه قلقا مدمروغيسن اول بهارسن على ابنه انكيس اول بهاريا امرغونيا مخايا لانه يخرج ان قوب بها من البيت غريغو كبها دون ان يخبره اسغون ابيه وربن دبدنا شيكه كسمه او سؤاله جوابتي كدحسار او اسكو هبه دبدنا سفر تدريب ثاني اكتب موضوعا واحد قرتا موضوع ارهن قر موضوع ارهن قر بعنوان الشباب ارهن كصابسن يا دلنيرادا مستعين اديكو كاشنايا بالنص هذا الوارد كسو اروري كقرن في صفحه 273 لبا بقولي 37 الشباب وتا لوو بنيه دلنا او هلكا كسي ود تدريب ثالث وحا ويه ليلسك سدحات اكتب موضوعا ارهن قر بعنوان او يعني هل كدغيسو يحي وا ما عنوانكيسي هل كدغيسو كيف يكون العلاقة في كيف تكون سينقونيسا العلاقة تحرر كدحيسا بين الشباب دلنيرادا يو شيوخ ودياشا وحن سو مرين نقطو علاقة الاصدقاء سي صاحبادو كلينا او شيكيستان ونا ودا تشدان وحن اي سو ويديان دبدنا تا ادو كشيكي تدريب الرابع ليلسك افراد اكتب واحد قرتا موضوعا ارين كوسابسان بعنوان او يو هل كدغيسو من مشكلات الشباب اليوم دباتويكا مانتا وحا كميدا دلنيرادا هيستا يا دورنيسا موضوع مشكلات الشباب اليوم دباتوينكا لسو درس اما لا غدبوناده دليرده مالن كان مانتا اما خليغان امكا مستعين اديكو كاشنيا بالنس هادلكا الواردي كوسو اروري في صفحه 280 288 من مشكلات الشباب اليوم وتا لوغ دغي بعد هلكو دغيسي با لوغ قري الخط امكنا هو قرال لاحظ افيرسو اكتب واحد قرتا بخط الرقعتي كقر خط كلا رقعده او كان ان بري هاند مبلو كي هرنس قانون سو ودني شكوت الى وكيع سوء حفظي
فارشدني إلى ترك المعاصي شكوت وحن وعوضي إلى وكيع إنك لرجل وكيع وشيخ الشافعي سوء حفظي إنه حفظي جاي حماضي بان الشيخي وأنا علي باتاسا هايستا فارشدني وحيت المامي إلى ترك المعاصي أنا وحيد بيا إسكدة أيو حفظ جاقو فعلنا يا وحلاقي يا بني دمك وصوقة لي سحفظ جاقو أنا سند دمك إسكدة وبيت شعر وبيت قبي أبو كود ده بعند سيدا أقرأ وحوك قرية ما كم حي فروعك قرية هاي هل كتكو في جارس ولا جوب بني هو كيسيب ولا قلي هاي وافر برشدي الإملاء مكان هو يرس ألف واو للجماعة أي مكان لجوش شجية وو ألف باي استبيال وو قاسي مركو واو للجماعة هاي أو فاعل هاي أو فعل ككشرو ألف كسالة طبقة يا ريك الدمبية والله يقول لي هاي تزاد وحلا جو كردية الألف ألف بعلا جو ترى بعد واو للجماعة وو قد شمع على هذا مقشو وو قد فاعل كأ كورهما يجتمع علب في الماضي هذو فعل ماضي كشرو يقول مضارع هذو مضارع كشرو يقول أمر هذو أمر كشرو بقى ملك هذا ما قال لي كرا فاعل بعلا قال فعل ممكن توسع لهم وذلك أنت ألف ده وحلا جو ترى وحلا معها لف تفريقي بين الواو إن لو كلا سار ووجا التي ووجا هي ضمير الفاعل ضمير فاعلاء يوالواوات الأخرى وويذا كلا ما حنقول في القرآن كلا لينجلي ألف تفريق من أورجين تذكر ما قال ألف تفريق ألف كي كلا سار دو حلك سار يو حلك نعم كلا جوشة جيا وحلك سار يا ووجا ألف تاسي تبت على وجو وفاعل فعل بالي كشرتا أما مضارع حنقول أما ماضي حنقول أما أمر حنقول ووجا كلا مالها كلا جشة إيدا لما طبعا يجي ألف كه هذا ألف كه قارك تو ودبي يالو وغس وو فاعلو كما عرقة كهلا يا أم واحد لبا أدرس واحد براء أوفيرسو واتن ألف يبا قيبتن أوفيرسو المسلمون صلوا مسلمين توي تكدين براء أوفيرسو وفعل ماضي وغس وفاعل علامة أساسك قرن سانعنا الأولاد عرورتي لم يستيقظوا ولم يتوسن فعل مضارع ما كان شيء وغس وفاعل ألف تأسوا تفريق واحد وقال تهدي ألف تأذرتين فاعل ووغاسي هاي استمع استعملوا السواك عضيق أذيك سدأ وفعل مركي وواحد يقول لي يعني عضيق عضيدة يعني مركا ووغاسي ووفاعل وفعل كيسون أمري هاي بائمك ووغود آن فاعلك هاين الألف نال طبالي حضر واحد يمد معلم المدرسة معلمين تي مدرسة ويمادين ووغي علامة رفعها جمع مذكر سالم وحب الله معلمه وحب الله دبر دقيقة سجل محمد المحمد يرجو حكافلة يا لك يرجو لك حكافلة يا التوفيق وافتشين بكور تشيني يعني أي كور إلهك وافتشين وناجي يرجو فعل مضارع معطلة ووداسي فعل كي كم تحي ما هو فاعل دبر نحول دبر دقيقة ماي نحن ندعو وحنكو باقينا أنقو إلى الحق حق أن تتكو باقينا ندعو فعل مضارع أو معطل الآخر ووبو كبكا وودو فعل كي كم تهي فاعل معها وحبو مركا الله مطبع ديقين تدريب اكتب ما يملى عليك إما كان هو الله يلس وحلقو ييريو قر وصدح ذا قضبة ما حمع عليك هو ييريو مرقا عقوح لانتا قلبو وحي معلنك هو ييريو قراءة حرة وأخرس مدح بنان إما كان قراءة حرة وأخرس مدح بنان اقرأ النص هذا كان أخري وحل واحد كشقيسا تدريباتي ليلسي سنه كشقي في البيت غوري كاسو شقي لتناقش وساعد اوغلا دودو مع زملائك صاحبدها في الصف مركا تيمادان صفكه يا غلاسكه يا ميشا صفكه لا اسكو يمانيو ايو مارتي اسكول كمركا لا يمادو طبقات الاصدقاء درجوينك اي ليهين صاحبدو صاحبدا كل صاحبه وا طبقات يا درجوين كلا دوون خذ واحد قادتا قلما قلن قاد وورقه ورقه نقار ورقتنا قاضو وحاول واحد اسكو دايدا ان تكتب ايد قرتو اسماء اصدقائك بل صاحبادادا هورتو مغعيودو قر جميعا دمانتود ايها الشاب اني هو دلنيرد اهي غار هان دلنيرد بل انت قف صاحب تين قلني ورقن قاضو ودا قر مغعودو دن ثم صنفهم واحد او قيبسا اصنافا قيب او كلا سار تجد واحد هلي دونتا منهم ايغا واحد كهلي دونتا من واحد كهلي دونتا مد ليس استقار بات كيري ليسو أصدقاء أن صاحب باباهن على التحقيق الدبهان صاحب برهن بقومها قركوت فمن هو حكم الرفيق المت صاحبه أو رفيق تهينه تقابله الله كرنته كل يوم ما نولبا أمامك يسوق كهرس عودة مثلا في سيارة بابورك أيه كل كرنته مثلا مت بابورك
كل فوسن أو عند قطط أو كل أنتان أول حافلة أما بس كوين أذكرها عدم صلاحان أو يسوى بس كل فوسن ما أذكر كصوت مارتي أركتو أو يحييك كسلامون فتحييه أدنى سلامته من سلامته إذا كده حيسو أو قطط عند كل أنتان أو بس كم أذكرها عدم وأس سلامته من عيسى تقارنو أي أشرة وإذا أنت أسود عافل ومنهم حكمة رفيق العمل من شقذون أذكر سحبتين أو ما حكاسي فترى مكتبه وحضرك حفيز يسوع بجانب مكتبك حفيز كاجا كجربي الله حفيز دينا إسكدو مدنا أو شقة إذا كل مسا كاسين واحد كوس حبتينون شقة كنا وضطوا بس كل أنتان يعني ده كوي بديهين أستقانان مارته الله يا صاحب أوه يسطو فإذا أردت مركا دونتو أصفة تلمانتا التي تلمانتا تجمع أوروريسا خلال الخير تلمامها وناجا تلمامن تلمانتا أوروريسا هدا دوريسو والعمل إيه الشقة الذي عمل يصلح وناجية الأعمال الشقوينك كلها دمانتو عمل وناجية هدا دوريسو يستفاد وناجودا أوروريسا فاكتبوا حظهر تقرطا أسمى أصدقائك صاحب دا مقعدود يو أصحابك صاحب دا واسكو معنا عطف تفسير وانظر واحد بيدنا إيجتا إلى كل واحد منهم إيجا كمدة إيج مرحبا قارو قرطبال هذا قارو إيج هل هو صالح في نفسه إنه قف يساقو نفسه وناكسنه يهي أو عبادة ديسي أخلاق ديسي الدين ديسي أقون ديسي الدبعات ديسي الدنما ديسو بلين وناكسن تهورت يساق إيج أم هو غير صالح يين أنو ساقو نسميد وناكسنه هين وهل هو مخلص إنه داعد يهي إيج لصديقه صاحب كيسا ما أضاعد با أم هو لا يهتم إلا بنفع أم هو أمسه هو إسقوا صاحب كاسي لا يهتم كمد داريو إلا بنفع نفسه واحد نفتيز واحترم ويحكر كمد داري مياه وواد دنيسته إسقوا دنتيز ونكسر قيسته ودنتي يقان وهل هو مؤنس ممد أوهليلا أو مارته أوهلو نقضة لجلس وقف ولفر ليو أو أي استبعاد يقانان أو مرك أركان أي سكونستان أو أي سفهمان قلب جودر إسقوا ليه أم هو مسا إسقوا حوي مزعج مد أرججح يا عرو يا مرن جلية نيكا ولا فديو فإذا فعلت ذلك أنت أمرك السميسو رأيت واحد أركي سا الاستقاء واحد كواركي دونتها صاحب هذا واحد كواركي أنواع النقيبيين وجدت واحد هلي سافيه بيجا واحد كده حلي من قف هو يساقو صالح وناكسا مصل أو تكده أو له صمت المتقين أو له يساقو له صمت المتقين أستانتي علامة ضدك إلهي كبغد أيولية وزي الصالحين ذلك دتك ولا يسنه وحريه ولكنه يتخذ وحكري جريا ذلك ولا جاي عبادة يدرك ولا يسن سلما سلان وأفوله للدنيا إنه الدنيا كهلو دنيا وشبكة طب بوحكري جريا صلاةها يدرك ولا يسن للمال وحاله كهلو أيوحكري جريا ووجدت واحد هلا حقيقته هن أهانتي صلب أهانت أهي وحقيقة أوقف كاسية هي تكذب ويبهن نساء حقيقة ديسا ظاهرهم وقال كيسا بينيس مركا قلبي ديسا قفل ما ديسا دقن كيسا لأيغو يدرك وحرين يهي باس بينينا يهي يوحا ومارت هالكو تشوغ ايو صفك وسلاة دو كتر ايو درك وحرين يهي ايو وحاسي ايه مركا لأيغو قفل ما ديسا ويس بينينا يهي او اسكم ادماها فإذا عاهته هتا لبالانتو خانك او خيام او خيامين اكاس وإن عاملته هتا لدقنتنا غشك او خيامين اياه هذا الله بقنا توضح كيف ستأمر حدي بتو أما توضح كأم توضح قائمة يا هذا أضبل أنتبلن كوكا قبح يا مرك هذا بين اسم لها هذه حاجة لها لجها رو بركيسة هي سلاديه سا يدقن كيس السملة ووجدت واحد كده أحلى سافيهم ضد كا صاحب ضاع من يبدو قفوا مغضة أنه ساتقول المعاملة إنه يهي مد دقن كيس وهو يهي وحقه كوس ليسين يهي وأمين ليدك عنتي سنة آمن تهي يا ذلك يسابه كله لكن الله يصوم من الصوم ولا يسلي من التكدو وليس له من الدين الدين تنا كما هيستو إلا اسمه مقعي اسمه يعني دين تي سيوان ولا يسنين وذلك يسابه رقن كيسو هدو طونو يمع عمله يسعاني حمين لكن صلاة يصوم يدين منا شقكم له فهو يفسد عليك دينك فهو كاسي يفسد وحكاك ربيكا حمين عليك هذه دينك دين تادبكا حمين لساحب الدين ووجدت واحد ليسا فيهم صاحب هذا واحد كده حليسا من هو صالح من قف هو يسوى أي صاحب صالح وناكسن متعبد لله عابدا أمين وآمنا صادق المعاملة
oo dhaqankiisu iyo dhaqankiisu run yahay oo been iyo kugula dhaqmin iyo khiyaano midna walakin uu saaxibu shahwatin waa mid shahwad badan oo shahwaani ah oo la xadiith lahu wax kalaba kaaga sheekeyn maayo ilaa canha shahwada mooyaan sheekadiisu shahwad iyo maaragtay wax aan faa'iido lahayn iyo dumar iyo waxaas uu kaaga warramaya laakiin siisa kale umuxuma wuxuu kaaga warramaya uu kaa dhaadhicinaya inta badanna waxyaaba shahwad ku saabsan fahuwa kaasi yuudiika wuxuu kugu dhibayaa biisaarati alkhaamidi shay kaa bakhtiisan oo uu kugu kiciyo oo kugu shido oo min raqbati ka ah waa dhallinyaradii yacni dhallinyaru shahwadoodu way iska badan tahay waana la tacaalaan markay dad wanaagsan yihiin waxay kula tacaalaan inay xakameeyaan marka kan kaaga sheekeynaya shahwada uun kaaga warramaya shay aada bakhtiisay buu ululinaya isagu oo shahwadii oo mushkilad buu kugu yahay wajadta waxaad helaysaa man huwa saalixun mid wanaagsan fii nafsihi naftiisa waa nin wanaagsan baad helaysaa oo cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisu fiican tahay amiinu fii mucaamalati mucaamalada iyo dhaqanku kula galaana khaa'in ma aha waa nin aamina oo aan wax khiyaano aqoon laakin laa yanfacu sadiiqan saaxiibkiisa ma anfaco wax cilmiga kugu kordhin maayo caqli kugu kordhin maayo wuxuu kugu kordhinayaa ma jirto walaa yuscidu saaxiban ma farxad geliya saaxiibkiisa mana caawiyo wax taageeraana ma siiyo isaguun baa naftiisa ka adag oo wax uu taro oo uu kordhinayaan jirin waxba kama faa'idaysi cibaadadiisuunba iska wataa un wajadta waxaad ka helaysaa muxuu ahaa asxaabta man yakhdimu qof u shaqaynaya sadiiqahu saaxiibkiisa u shaqeeya oo wax u taro wax la qabta wayasuruhu ka farxiya laakinahu laa yubaali ma tixgeliyo waxna kama soo qaado fii khidmati markuu u adeegaya saaxiibkii wamasarati markuu uu farxad gelinayo an yacdiyahu min diini inuu diintiisa wax ka siiyo yacni hadduu xataa wax qalada ka codsado saaxiibkiisu oo diinta kuxun u yeelaya oo diinta ay noo diyeysa odhan maayo fayakuunu wuu khaa'imayaa min ajlihi isaga daraaddii amaanatu amaanadiisi buu khaa'imayaa saaxiibkaa dartii ayuu amaanadii diintu falaysa inu ilaaliyo ayuu khaa'imayaa saaxiibku horaysiinaya fayakhudu biyadika kaasi gacantaadu ku qabanaya gacantuu ku qabanaya xataa yudkhilaka wuxuu ku gelinayaa macahu adoo isaga la socda jahanamo jahanamo ku gelinayaa kaa diinta aan ilaalinayn ee saaxiibkuun ilaalinaya ee sida kale saaxiibku u wanaagsan laakiin diinta aan ilaalinayni isna jar buu kaa tuuraya xaggii diinta ilaahu jahanamo ku geeyay buu le walciyaadu billah wawajadta waxaad helaysaa man qof huwa isagu dayinu nin saaxibuddiin ah fii nafsi naftiisa waa nin saaxibuddiin ah waafiqun waaqifun wuxuu istaagaa cinda xuduud illah xuduudda ilaahayna kama tallaabo oo sharciga in la dhaafiyo ama uu meel kaga dhaca ma aqbalo laakiin uu yajhalu waxa aanu aqoon daraa'iqa almucaashara dadka qaabka wadooyinka loola dhaqmo ma yaqaano ninkaasina waxaynu nahay dayinu fii nafsi naftiisa waa nin diinta ku fiican mucuun lisadiiqihi saaxiibkiisana wuu caawiyaa waaqifin cinda alxuduud xuduudda marka la joogana wuu istaagaa wixii sharciga ka baxsan ma aqbalo ee qalada laakiin uu yajhal waxaanu aqoon daraa'iqa almucaashara buu yihi qaabka dadka loola dhaqmo ma yaqaano iyo maaragtay sida dhaqanka wanaagsan ma yaqaan kaasina waa mid wuxuu yihi kale oo wajadta waxaad helaysaa man huwa axmaqu mid doqona baad arkaysaa isagana oo faaxish ama dhaqan xun oo dhaqankiisu aan wanaagsanayn mid caqli xun ama dhaqan xunna waad arki buuri wajadta waxaad helaysaa man yusaadiquka mid kula saaxiibana waad heli lixasabika wuxuu kuula saaxiib yahay yacni haddaad ka dhalatay reer maalqabeena ama madaxa ama caynka ayuunbu kula socdaa ama adu aad saraf leedahay oo magacaaga ayuu doonayaa inuu ku dhismo oaad helaysaa aduu kaa faa'iidaysanaya oo maaragtay waxaan la saaxiibay inay hebel oo maaragtay xasab iyo kasoo jeeda meel magaca leh oo mansabika ama adigu mansab aada hayso oo xil aada hayso haddaad wasiir tahay yacni intaad wasiirka tahay waxaad arkaysaa saaxiibo badan oon ku aqoon markaan xilka lagu dhiibin oo kugu soo xooma marka xilka lagu dhiibo oo maalinta laga qaadana kaa kale yacan kugu soo noqon ayaa iyaguna badan oo intaad mansabka hayso kula saaxiibo fahuwa yatakhiduka kaasi wuxuu adiga kaa dhiganayaa kaa ku agtoogu soo madaray ee mansabka kugu soo raacay ama magaca reerkiin iyo ka aduwale kugu soo raacay ziinatan qurux buu kaa dhiganaya adiga liyowmihi maalinkan maantuu joogo naftiisa ayuu qurxinayaa oo wasiirkii baan la socday iyo wasiirkaan la saaxiib ahay iyo haddaa leedmo in hebel baan la socdaa isagay qurux u tahay wacuddatan waxaan u diyaarinaya liqadii baridiisana waxba u diyaarsanayaa la socodka inuu adiga janis kaaga helo mustaqbalkiisana ku dhiso ayuu isagu doonayaa uu meel kugu gaadho maantana qurux baad u tahay iyo magac baad u tahay berina inuu meel kugu gaadho halkaa mid kale uga sii gudbo ayuu doonayaa ninkaas saaxiibka ee caynkaas
فأنت أذوق عنده وقت واحد كذا أنت هاي حلية تنقرح بعد كذا أنت هاي إنك هاس إسكوا قرحنا يو وإسكوا أك صوري سو قردك إسكوا صورة ما درك وأنا هك صور وده قلة أضد كذا بعدين هلو إلى هذا مدحون أنسل صوري وزير ما أنسل صوري هيل ما أنسل صور كوا إلى قرح بكارد جنا يا أديك قرح كارد جنا يا تبعنا أذوق قرح بعده هاي تجمل الجدار فين تيجان لمريو جدار كسو ما درك أو خلو كارد جنا يا إسكوا إسكام مرينا يا إسمار مرينا يا وإسكوا قرحنا يا أديك كاسن وصاحب كله ووجدت واحد ليس فيهم صاحب هذا من هو صالح في نفسه من نفتيسة أمن أكسن أمين وآمنة في معاملة الأقن كيسون آمين خائن معها صادق في قوله هذا الكل هذا أوهن يبين قون أو ينفع صديقه صاحب كيسة وحطرة ويسعد فرحة يليبان قارسية صاحبه صاحب كيسة فاضفر به هذا بكاكوب وليس بكوري كعين كاسي المراد قارك كراهين وحو لبكوب أكسن صاحبك سو حترى دينته في عن تهي هذا الكيس رؤية هاي أمانة له أخلاق له أنشح هي أسلوب له كائن عشب كلية والخلاصة هذا الكمرك لا صور ريو إلا صور ريو من لاحد وحي تهي أنا أصحابه صاحبه ذو خمسة شنب أوكل بحان فصاحبهم صاحب كل هواء واسيد هودا أفسدين ثنو قاضون ميدل ميديا لا يستغنى عنه لقمة مار ما يبقى وكأقول أنا سين شيء إنه يدون كي أخربك وأنفع يا أدون كنوح كترى آخر نوح كترى أخلاقي أنصح عليه أخلاق أقوم تلي دين تيس كون أحسن كاسوا كل هواء بكوري سهوا أكره لقمة مارمو وصديق كل غذائي غذائي مد عن تضو أكره باكره عن تدي هوا ذكي بهر ريا ده هوا ذهر ريزم إذا شن دقق لقمة مارمو عن تضو مارمو بضبط كم مارم كرتا وتكلم ولا كرتا لكن هوا ذا شن دقق كم بضنا كرتا بيله كل غذائي لا يعيش الإنسان ضدك أن ولا كرين إلا به عن تلي هلا مويان صديق واحد جره هير كلا بعضه وصو عن تضع أو صاحبه ويسقون ونسنوت كم مارمين أيه سنشره ولكن ربما سأد دمع دعمه وحلقيا بابولي عن تضع قار كيد إن ده كيد حمياه هذا أنا أضرب هانتهاي وأضعون يسوع مركز صاحبك وحبا كل احترقك ودليله ليه هذا أنا أضرب هانتهاي كم مارجين أو صعب هضمه أما واحد كان كرت عن تضع ليفشيت كحق على سواح كرتا عن تضع خود برتصو ما ضايق وهذا أنا كم مارمين وأضرب هاتشيك أقول بهن يهاي هذه هي اللي بتيها توح كلامه تهاي عن توح كرتا إن ديفت على شادين الشيد أدرك تهاي تذكر ربما ما هاي عندك قارك هذا أنا كم مارنتيد وبروتين كيدي فيتامين كيدي كل بعض كقاسين إذا هذا هو نفطر يعني دون يين إذا وكيف هذا يستوي عن تدو محن كتيرة هذا نبنوه كوك أبور كرتا صاحب عن كذا كتيرة وفائدنا نبعتنا له وصاع عن تدو كلام واحد كتيرة هذا وصاحبه كدواء صاحبه حرس الدواء ذا أم باكرة الدواء ذا صامر مرة وما بعضه أي كرتا أمر دواء وقرد كريهن أدم حن نفط نعبت هاي صاحبه حتى أنا تشعلين أرنب بدن وهذا أيضا كان ماربينه وشرابه كله إلى الدواء ذا يدو قرار أو قرمون أي هذا نضن تكوك لفتة سألوه كيس كده ويسو صاحب عنك هذا واحد كرا واحد بلايا كلا تكح شابته وهذا يسوون بلايا يستي كرا كاسين وشرا لكن لا بد منه أحيانا هذا الدواء ذا قل مركي قار رقم مارب حتى تعربه لعبا تعرب مركي قار وآذو قرآن وحكا سيطرم بيدوين يسا مركا وصاحب صاحب أجراء كالخمر خمرض الله مدى بلغت خمر قلبت سلو مدى تلذو ويوم عانتي خمرضو لسشاربها ننك عباو وتشعلي وإلا أو طابتو وحكا لما قرتو يكو حشيدا عبي ييو ولكنها خمرضا معانا إسا قول رنم إسا مركو قفو برتم بركو روا قرمون وانا قرآن سجادكو أكرا بك سوقات وانا قرمون وانا قرآن سيجار كوسك وانا قرمون وانا قرآن هذا نما النفس يكي إسبري إلا أو بوقتي أيدو دلاعسي ويدو مريو هل كن به هل عاني سمو وبوق وسوق قضي ويسوق ولا مريم وياني أنا قفك كنا سنكري أي أشرته ولزوج كل يه ولكنها حسبها تد أخذت خمر جن قفك ومعاني تودي واحد دي ليس جور عيسى بصحة تورت عفنا تسوي دي ليس وهذا قلت هاي مخدرات أورنا مقارحان خبرات وحي قوقوي سام مسكحة هي مانكا إسلامركا بيركا مركي ويدشا عضرها بضانو يعبرتا وحكا سيدان وشرفي قفك الشرف تيسي قفر ميسي بابين سام كل هدو خمرية عبن قضوح الله روحي يهي مترت وصاحب صاحب كلا تيرو كل بلاي بلاي ظلم يدب كله كل بلاي أو خلاء هي اسني تيرا تبعدنا وحو كلا قادة كوي هدنا كون قضوح يولي أما الذي كل هوا صاحب كلا هوا أو خلاء يعني كم مارمين فهو يسوق يفيدك هو كوفا إيديا هو تفيد دينك دين تو كان فعيا توجه رئيسه أو تلمان إيه وحبريد إيه دعود
يدين يحقو كوغيرو يحمانو كاوتوتيو هرتويان كوريويان وينفعك في وينفعك في دنياك دين تادنو كوفايديا دينو كوانفعيا حتى دقالو كباهتو كوسينيا حتى دامهو كباهتو كوسينيا حتى تلو كباهتو كوافعدو كوسينيا ادونكين واخبو كوانفعيا اخرتن كوانفعيا كاسوا سيدا هوده كفوغاني قفو غار ما نولان كرا لو ليغبيدو وسان واخ لهدا حيوان اجتماعي وان نوله برشلونه نول غار ما نولان كرو هادو دتيسا ادو خولانيسا كان دين تادن كوانفعيا حق دعوده اي حق عقيدته اي حق ايمانك حقن كلنا كان انفعيا ee waxtarka adduunka dad u baahato arriyadun arrinka ka sii weyn adduunka yaani ma hal geel baan ku siiyaa mise hal geed baan ku oraa soo moodan yaani talada ka qaalisan ku anfacaya ba jira marka ka ku anfacaya ayaa sida hawada adigu baahantaa adigu baahantaa ka waa qodob in qofku kaliya hata adigu arkin leh oo arrinka go'an ku qaatay hadana waxaad weydiisa waxa la geel jiray soo garanaya halka ka gooni usha ayuu ku laakin ka gooya marka qofku wuxuu u baahdaa hata haduu aqal badan yahay inu qof wax ka weydiiyo la war waxa maxan ka yeelna u dibadna taageero ku noqo wuxuu yiri eegada waa amaladii huwa kalqida sida ka cuntada oo kala ahay saaxib sa cuntada oo ka hooseeyo yaa fowaysa waladi waa ka yufiduka ku faa'iido fi dunyada adduunka waxbu ku taraya wadiini diintana waxbu ku taraya laakinahu isaw yusuju wuxuu argagax isujuka argagax buu ku galiya axyaan markii qaar buu ku dhibaya muxuu ku dhibaya biqilida tuwaanin adag oo maartay hadal adag iyo kadeed iyo wax iyo wajfa dabci dabacad saqlafsan waan dabacad adag laakiin wax tar leh oo hadaa la idmo maartay kaynaan saraarad buliyo oo kale waxa weey ninka aqli buli waxba kugu taraya gacan buli diin iyo aqoon baa wax leh aqoon wuu ku anfacaya laakiin dabacad adag kaasi waa sida cuntada oo kale oo kamana maarantid cuntaduna waxay leedahay cuntadu mid dhadhankeedu aanu ficinno baa jira cuntada waxa kale oo jira mid dheef shiidkeeduna adag yahay caloosha ku adagna way jirtaa kaasoo kale u dhigma kaas kamaan maalmiisa marka cunto lagama maarmo waa maladii kahufahuwa waa maladii saaxiibka huwa ka dawa se ka dawada oo kale ahi fahuwaladii tadurruka waa ka ay kugu khasabto alxaajatu ilayhi baahida aad u qabto unbaa kugu khasbaysa wax isaga aad uga baahantoonid ka maarmay ma jira sida kale anfac badan oo kale kuma leh laakiin wax isaga aanad ka maarmayn aanad uga maarmayn baa jira baahi kuu geynaysa oo isaga mooyaane aan meel kale keenay kaas waxaa la leeyahay sadawada oo kale iskala saaxiib oo iskala socod waxaa jira midalan saaxiib kugu adag oo kugu adag oo kadeed ah haddana aad ku qasban tahay ayaa jira dad saaxiib ku noocyo badan oo maartay xataa waxa kamid ah xaasaska inaan waa kamid soo ma jirto gabar kugu adag oo inta caruur yeelato aad ku dabaqdo tiraahdo tan caruurtan ku hay oo tan kugu sadulinayso cid kale aanay idin ku qaban karin waa nooc saaxiibka kamid ah marka waxa weeye tan baa kugu qasbaysa kama dhaqaa karis kaasi waa sida dawada uun dawadu waxa loo haystaa iyada oo dawadu dawa wax dhib badan waa sun dawadu asalkeedu wax kaa taag daran bay sumaynaysaa asalba dawa maha asalkeedu waa sun bahasho suntaas inteeda badan waa sun sunta waxaa looga maarmaya wax ka xun bay kaa baabinaysa saasoo kale tanna dhibaato kale saaxiibkana kaa gudban yahay laakiin uu dhib badan yahay isaguba وينالك النفع به وينالك النفع منه واحتر بها كاسو غاريا كان هذا دبتله واحترنا وكاسو غاريا هذا هو دباته ميران ولا يرضيك دينه دين ديس كمر حالي غنيسو حق دين ديسا كمر حالي نوقن كرتيد او كما فعلنا حق دينت ولا تصليك ولا تصليك وما حيتاسي ولا تصليك كما ما ورينيسو عشرة لباقن كيسو سو ما جرى مره اد مشغول سنتهي oo nin saaxiib aad tahay aad u tagto hebel u tagto aqli badan oo dulqaad badan oo aragti badan oo way araga oo taa dhibtaas aad jirto dhibti uu kuu sakhiro oo kuu fudaydiyo oo aad ku nafisto ood maawalo ka hesho ood wixii ilowdaas ma jiro uu jiraa kaasi hadaba kaasi kan maaha markaad la dhaqmaysana xataa wax aad ku maawalatid wax aad nafaho uu kuu hayaa iyo caqli uu kugu hagaajinayo badani ma jiro faa'iido yaroo aanad ka maarmayn un buu leeyahay waa sida dawada unkaas waa tahay وأما الذي هو كالخمر كخمرة لمده يا خمر جو كلا فهو الذي واك يبلغ كوك جارسية لذا تكوح أرض أدو مع عنسان سوق صينية وينيلك وحوك جارسية أو كسية رغبة تكوح أدو دون سوق عشاء أيها هي ولكن يفسد خلقك خلق وحب بابينيا رغم أخلاق ذا دي بدلية ويهلك آخرتك 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 آخرت
يعني مثلا هذا من شاتك كيف ستكور يكون صاحبتين نكا محوك سين يا واحد عشا هذو لكن هل اسكو قاه وعقلو كوها يا بجد عقبو كاسوبيا بارك اسكو سيا وكو حييسيا لنوض عنطاون مكا قفكا سفايدك وملها ايه آخر دادين وكو هلس الدوية وكو هلس كانت كل ايقال لما عامل كتاهي الله واحد قلت كو صاحبتين مجرد واحد الله تعشو مكوري بيهون وصنا كاسنا واكاه وأما الذي صاحبك هو يسوي كل بلاي بلاية كلامي له فهو يسوي الذي واقع لا ينفعك في الدنيا الدنيا فائدة كجيه الميس ولا الدين حاجة دين تنا كام أنفعه ولا يمتعك كغرة حين مايو بعشرة دقم ولا يسنا يس شيكو ولا يسنا يأهل ولا يسنا يتلو ولا يسنا وأتك أكثر يسام مشرته ولكن لا بد لك من صحبتي هذا أنا كمان ما رنت إن الله صاحبته ومع ذلك إذا وهذا الشر إن أتكلم كيوجد بيسو وشركة لك هاي قد بيها هي أما شقاد ملك والله هيزان مكر والله مستان كرتان هذا نوع دباته أم تقولي كان اسم إيه جيسان ميت بير وابن لبا أوروبا ينون هاي لبا أوروبا سك أكرام سدبو سوهر جو حسبو ويديو إلى لبا أور من هنا سك أكرام سنة إيه أنتم ميت ثلاثة واي أرين كواي جو أيوة لبا المحمود ناس ويدينا دي وأنين ثلاثة بضم بوها وشركة ثقة وأرين تكل جو يكو أنا أري أري جيسون رعدة وهذا اسمه كوري وهذا المادرة ويسو لبا أوروبا ينون laba arba inta saq faristan iska akhraamsan waxa isu sheegin buur miina waxa isu weydiinayaan hadda de lama kala aamusnaan karo ninki isku tamaan noqoteen isku shaqaad noqoteen hadana barkii faa'iido male in la socotana oo ku qasban tahay marka waxa la soconaysaa sidii saad la socon karto wuxuu ku yiri calayka hadaba waxa adiga dushaada saaran anta jacayl inaad ka dhigto adiina diinta ka dhigaysa miqyaasan cabrka miqyaas waa cabr diinta wax ku cabareysa warid allah فاللي هانت لو حضر إيسان ميزانا شيء قادو حكو ميزان ميسو أذكر إيسان إلا ما ميزان هاي ستاعي ولكن لابد لك عفوا فمن كان يفيدك هذا قفك فائدة كولة في دينك دينت هذا كوكو أنفعي فاستمسك به قفك هايسو إلا أن يكون أنو يهي مما لا تقدر قف آند أوو ذكرين على عشرة لدقن كي سبا هذه دقن كي سبا آند حملي كري هذا أو كوكو أنفعي دينت لكن هذا دينت كوكو عفوا يعقول له إذا oo ina dhaqankiisa kariba weydo mooyaan oo waxaan diinta ka faa'iido laakin aad u adag oo aad u qalafa ka qulisa yaani ina kari weydo mooyaan waman qofka kaana ahaday la yurdiika mid aan ku raali gelin xagga diinta fatruku iskaga tagu leey ila anta kuna tahay adigu mooyaan mudadarna mid ku khasban ila saxati ila suhbatan la saxibtu nin ba xafiis jooga ninkaas duun u faa kaaga xiran kama maarantid hadaa si kasta soo waash halka mu fadhiya halkii buu jooga halkan nolosha ku xidhan dar durufta ku xidhan maxaad yeelaysaa waxaad kala saaxibaysaa saad la soconayso saad howlaha qow dhameysaa taas wareeriso uu joogaa uun ama su'aal ama su'aalin halkan isaga jooga marka waxa weeye si kastuu qalabsan yahay si kastuu xun yahay waa duruf meesha taala oo aan ka maarmin marka waxa uu leeyahay hadaa nolosha ku qasbansan la saaxibta ama la dhaqanto ama arimo ka soo galan taa ku soconaysaa si soo ugu soconaysaa laakiin diintaad baad ilaalinaysaa inuu wax ku yeelan waad ka dhawraysaa fatakun waxa noqonaysaa haadii suxba dhaqanka adiga adag ama qalabsan la dhaqmaysa ama dhaqanka xun daruuratan mid tani qasabtay mid tani qasab daruura mid tani qasab daruur la yiraahdaa daruur hadaad muqaasho washiga aad u dhimanaysa xataa hadaad weydo halkaasii gaadha marka laga hadlo baqtiga lagu baqtiga xun daruura banaysa waa shay hadlaa iska deysa aad u dhimanaysa waa shay ugu adag daruur hadlaa ila haaja ku xigto baahi ah oo aad ka noolaan karto laakiin aad u dhibadan bisharti alla tujaawiza waa shardi marka la macaamilaysa qofka caynkaasa inaanad ka gudbin fi hadhihi suhba dhaqanka aan sheegayna qofka dhibta badan kaaga xidmay hadda daruura heerka baahidaadu ha dhaafin inta baahidaadu kala macaamil inta kale iska daa ilaa diintaadii wuxuu yahay wa amma alladhi qafka laa yadurruka an wa haba dhibaato ku lahayn fi diinika diintaada aan dhib u lahayn walaa yanfa'uka fi dunyaaka adduunyadana aan waxba ka anfacayn walakinahu dariifun min aqli badan ah min aqli badan ظريف وحل القف عقلي أبدا ممتع واستحي منه سوء لا ده هي محي راحه ومثل الوحكة عشان كينية وحاسات فرحت قلينية همومك وخسارة استرسك وكذا تشيا وذكر كوانين عين كاسة لكن أنا فعلك وما لي عين كاسة كورة حية ولا كورة حية تورك هي مارتي مارتي تلوين كونا يسني حياة قف النفطية يعني حاجة نفسانية فقط سر منه كوكا كوكا بصون على استمتاعنا كورة حية تون ma hay bidarfi aqligiisa badan iyo waxa uu maartay ku sheegayo
iyo waxa uu ka farxad uu ku gelinayo inta ku koobsan buu kuleeyahay waxa sa shardiya ala alla tamnaaka inaanay ka hor joogsanin hadii suhubatu saahibnimada inta yar aad kala socota meel waajib inaan waajib ka habsaminin haduu salaada ku dhaafinay ka war suu kugu sheekeynayo looma baahna inuu salaada ku dhaafiyo waajib ka lumiyo waxa la doonayaa hadaa la fadhido marka waajibaabkaada inaad ka qabsan karto laakiin haduu baylahaadi ka baahilay ka war ama shaqadaadi bade looma baahna ka shaqadaadana ha ku seegin cibaadadaana ha ku seegin hadaad kala macaamisho inta yare uu ku warramay inta uu ku sheekeynayaa waad kala sheekaysan kartaa buu leeyahay waxa qoray ninkan Cali Dadaaba qoray oo maartay nin caalim ahaa walaa tamshi bika yaanay kuu kaxaynin saaxiibnimadiisu ilaa cabasin ciyaar ciyaar yoona kula gelin qofka muslimka ah looma ogola inuu noqdo cabas qof iska ciyaara tarfiih baa la dhahay waxoogaa nasashada waa loo baahdaa oo la iska saaro maarta culayska maskaxeed iyo fikirka iyo waxyaabaha caynkaasa laakiin cabas iyo ciyaar inay meel gaadho macna darro ah looma baahna oo isbin ama wax dambiya yaanu ku horseedin iska ilaali ama inuu noloshaada ciyaarkan iga gebiyada ka hadalka badan ee sheekada badan ee aqliga badan khatarta ah ee sheekeyaha saaxiib majliskihi yaanu samayn laba qodob inuu noloshaada ciyaar ka dhigo yaa macna darro iyo inuu dambi faraha ku geliyo labada iska ilaali marka wuxuu leeyahay bitasaruf waxaanu wax ka bedelay min kitaab kitaabka la yiraahdo suwarun tilmaamo wa khawaadir waxyaabaha qalbiga ku soo dhacay wa xusuus qorka waxa la yiraahdo kale lishaykhi Cali Dandaawi waxa qoray ninkii caalimka ahaa Elonji Cali Dandaawi ee suuriga ahaa ee khatarta ah walaalow bisawaab wabillahi tawfiq.